السلام عليكم، معكم قناة ميد ستيل، القناة المتنوعة اللي غادي اليوم ابتداء من اليوم ومستقبلا غادي نتكلموا على كل ما يتعلق بأخبار ونشاطات وتقنيات السيارة، وكذلك بعض يعني المهن والصناعات واختراعات ووسائل النقل وبعض الأجهزة الصوتية والمرئية وبعض يعني ميكانيكيات ووسائل النقل. اليوم غادي نختصنا في حد يعني في حد الموضوع اللي هو يعني تطرقنا له على واحد النسخة الاستثنائية يعني للسيارة من طراز يعني هوندا اس 660 اللي هي يعني اس 660 اللي المواصفات ديالها الهائلة، واللي صراحة انا عجبتني وحبيت نشاركها معكم ونتكلموا عليها. ان الشركة ديال الهوندا انها طلقت واحد نسخه يعني لا فيرسيون زد لي اس 660 لي واحد الموديل يعني اكس فيرسيون زد، هي جديده والتي تودع يعني بها سيارات يعني رياضيه شهيره. واوضحت الشركه هذه اليابانيه ان السياره جديده فيها بعض تجهيزات اضافيه اللي زايده واللي يعني عطات واحد الجمالي واحد المظهر، من العجلات يعني سوداء كما تشوفوا في الصوره، وانها مصنوعه من واحد المعدن خفيف، واللون ديال الطلاء ديالها يعني الصباغه ديالها رماديه واللي هي عطات واحد يعني واحد الجماليه على الشكل ديالها. وكاين هناك واحد التوقيعات المنتشره على جسم السياره يعني بهذاك اللون الكرونو الداكن، لان انت تشوفها يعني هائله بزاف، واللي كيظهر عليها واحد يعني واحد الخلفيات باللون الاسود اللي هي جميله جميله بزاف. وهنا يعني وكاين واحد المقصوره الداخليه ديالها يعني بواحد الاسطح اللي من الفيات الكربون، واحد الجلد اللي مصنوع منه يعني جلد صناعي، وواحد الفرش يعني هائل، وكذلك واحد المقعد يعني رياضي، ومقصود يعني رياضي انه كسيارة السباق، والمقود يعني الفولون ديالها رياضي كما يظهر يعني الحصير باللون الاحمر للداخل، مع ملصق يعني واحد الطريقة يعني جميلة اللي هي حصرية على هذه السيارة هذه للسيارة هوندا، واللي تعتمد هذه السيارة الجديدة على واحد المحرك السعة ديالو يعني 660 اللي عنده واحد القوة ديال 64 يعني حصان، اللي 104 يعني هائلة هائلة في السرعة ديالها في الدوران يعني الدوران الأقصى ديالها. وأنها يعني هذا المحرك هذا النقل يعني الحركة اليدوية السداسية يعني من نوع سي في تي، اللي هنا كان واحد التراجع ديال الأرباح، وأعلنت الشركة ديال هوندا موتور اليابانية لصناعة السيارة أنها أرباح ديالها في الربع الثاني المستحق يعني المستحق لمالكي أسهم الشركة ديال الأم ديال الشركة تراجعت واحد النسبة ديال 30.8% لتصل الى 166.6 مليار يعني ديال يعني ما يقرب 1.49 مليار دولار. وهنا كان هنا وصلت الارباح ديال كل الاسهم ل 96.56 واللي تراجعات من 131. هادو يعني الارباح اللي مقدره لهذه الشركه هذه. وهنا التراجع كان ديال الارباح يعني تراجع كبير اللي هو 29.7% يعني مقارنه مع السنوات السابقه اللي هو 198 ديال المليار العام الماضي، ويرجع ذلك في اساس لانخفاض عائدات يعني المبيعات، كانت المبيعات ضعيفه، والتراجع ديال عائدة المبيعات يعني موحدة من 6.8. حنا سنعطيو واحد الحصيلة ديال هاد الشركة هذه اللي هي اكزاكتو يعني من الشركة، وحبينا ننقلوها معكم ونشاركوها معكم. هنا كما تشوفوا هنا تيرجع الأساس للانخفاض ديال عائدات المبيعات في العمل التجاري للسيارات، كان هنا واحد الانخفاض، وبالنظر إلى العام المالي الذي ينتهي في 31 مارس
يعني في 2022 تتوقع الشركة أن الأرباح ديالها المستحقة للحملة ديال الأسهم بقيمة 555 مليار، وأن الأرباح ديال التشغيل بقيمة 660 مليار، والعائدات المبيعات بقيمة 14 تريليون. وهنا كانت الشركة توقعات في السابق الأرباح المستحقة للحملة ديالها أنها غادي توصل ل 670 مليار، ولكن ما كاينش. هاد السيارة الجميلة اللي حبيت يعني شاركها معكم، واللي هي الديزاين ديالها يعني جميل، والشكل ديالها جميل، وكذلك اللون يعني هي رياضية، وشكلها لا من ناحية الديزاين ديالها لا من ناحية ديال يعني روعة ومميزة. يعني صراحة هوندا يعني هاد الطراز هذا اس 660 اللي هو يعني زوين بزاف والشكل مزيان. وهناك كاينين سيارات يعني كثيرة اللي خرجت هذا العام هذا، وكاينين بعض السيارات اللي كانوا غادي نتكلموا عليهم من بعد. هي واحد السيارات اللي كهربائية اللي خرجتها يعني شركة أمريكية، حتى هي هائلة هائلة بزاف، اللي هي زعما صراحة لا من الشكل لا من الديزاين ديالها لا من اللون ديالها لا من يعني من المحرك ديالها لا من يعني كل يعني مقاييس ديالها جميلة جدا. وكاين بعض الشركات اللي تلقات عاوتاني سيارات كما قلنا لكم يعني جميلة. وكاينين بعض كما تنتكلموا على هوندا، كاينه هوندا اكورد اللي هي 2021، اللي هي تاهي سبور وجميله بزاف، اللي قاموا بواحد التحسينات ديالها وواحد التصاميم ديالها يعني هائله، وبغيروا لها يعني الشكل ديال المصابيح ديالها من ناحيه ديال بعض المميزات. يعني غادي نتكلموا عليها ان شاء الله من بعد هذا الفيديو هذا. هي غادي نتكلموا على المحرك الجديد ديال هوندا اكورد، اللي هي غالبا تغيرت كاملة من ناحية المحرك. يعني هوندا اكورد 2021 تغيرت كاملة من ناحية المحرك، من ناحية الاسطوانات ديالها، من ناحية لي ليتر، من ناحية الاوتوماتيك ديالها. يعني صراحة زوينة بزاف، ومن التكنولوجيا ومن الروبوات ديالها يعني، واقتصادية. كما تعرفوا ان هوندا اكورد اللي غنتكلموا عليها من بعد، ان عندها واحد تاريخ طويل ومسار طويل، وعندها يعني عدة أشكال، ويعني وفيها أشكال عائلية، يعني سيارات عائلية، سيارات يعني رياضية، ويعني تمشي مع الأجيال. هذا الفيديو هذا غادي نتكلموا عليه على السيارة الخاصة بهوندا أكورد، اللي يعني انتقلت واحد المكان يعني سريع دي 2021. تنتمنى أنكم تبعوا معايا، ولا خصكم يعني مواضيع اللي تتعلق بهذا الشيء اللي ذكرناه عليكم الا تخلوه في التعليق، وان شاء الله غادي نجاوبكم. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، وتنتمنى التوفيق، وتنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.